السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرة الأخبار وأبرز ما فيها. مجلس الوزراء يصادق خلال اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع القوانين تشمل التعليم العالي وتشغيل الشباب. طريق واكشوطة جوجة يشهد حرق وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، تم ضبطها مؤخرا في عمليات متفرقة. المواجهات في حلب تدفع أزيد من 50,000 سوري إلى النزوح عن ديارهم، وسط تحذيرات من تدهور مقلق للوضع الإنساني. أهلا بكم. التفاصيل التي يصحبني فيها للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء بلغة الإشارة أحمد الحسن. اجتمع مجلس الوزراء اليوم بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة رئيس الجمهورية سيد محمد والعبد العزيز، وبعد الدراسة صادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين شملت التعليم العالي وتشغيل الشباب. تفاصيل أوفى مع محمد سيد عبيد. اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 11 فبراير 2016 تحت رئاسة السيد محمد العبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 043/2010 بتاريخ 21 يوليو 2010 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وصادق عليه. يندرج مشروع القانون الحالي ضمن جهود الحكومة الرامية إلى بناء منظومة قانونية متجانسة وفعالة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهو يرمي أساسا إلى تحيين الإطار التشريعي لهذه المنظومة المتمثل في القانون رقم 043/2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010. كما درس المجلس مشاريع المراسيم التالية وصادق عليها: مشروع مرسوم يحدد الإطار العام لنظام الدروس وشروط الحصول على الشهادات الوطنية في نظام الليسانس، الماستر، الدكتوراه، الام دي. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الإطار العام والمبادئ الأساسية المتعلقة بنظام الدروس وبشروط الحصول على الشهادات الوطنية في أسلاك الليسانس والماستر والدكتوراه، كما يضع الآليات النظامية الأساسية لتفعيل نظام الليسانس، الماستر، الدكتوراه المطبق في التعليم العالي بمقتضى القانون رقم 043/2010 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010. مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 002/2005 بتاريخ 18 يناير 2005 القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها. مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءين الخصوصيين التاليين: رئاسة الجمهورية، المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، مستشار مكلف بالتعاون والدراسات محمد المختار الشيخ أحمد، أستاذ مدير الفتوى بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم سابقا، مستشار مكلف بالشؤون القانونية شريف محمد باري قاضي، رئيس غرفة الأحداث بمحكمة ولايات نواكشوط الغربية سابقا. التقرير لأحمد ولندهمر وليس لسيد عبيد كما ورد خطأ في المقدمة. هذا وقد عقب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء وزيرا العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والتعليم العالي والبحث العلمي السيدان محمد لميم للشيخ وسيدي السالم خلال مؤتمر صحفي احتضنته مباني وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وقد تناول الوزيران بالشرح والتحليل أبرز المشاريع التي تمت المصادقة عليها قبل أن يرد على أسئلة الصحفيين التي تطرقت لقضايا وطنية مختلفة. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة وقائع هذا المؤتمر الصحفي كاملة بعد نشرتنا باللغات الفرنسية بحول الله. وبانتهاء التعليق على اجتماع مجلس الوزراء نودع أحمد الحسن الذي نقلها إلى لغات الإشارة مشكورا. استقبل رئيس الجمعية الوطنية النائب محمد البويلين بمكتبه صباح اليوم سعادة السيد أحمد فاضل يعقوب السفير المصري المعتمد لدى موريتانيا، وتم خلال اللقاء الذي جرى بحضور الأمين العام للجمعية الوطنية استعراض علاقات التعاون القائم بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
أشرف وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية صباح اليوم على عمليات حرق وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقد شملت هذه العمليات أنواعا مختلفة من المخدرات والخمور تم ضبطها من طرف السلطات الأمنية في عمليات متفرقة. اكتملت بقصر العدل الإجراءات القانونية المتعلقة بكميات المخدرات التي ضبطت مؤخرا بحوزة عصابة من المتهمين بإدخالها إلى نواكشوط، وتنفيذا لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بلادنا باشرت النيابة العامة عملية نقل هذه المخدرات خارج العاصمة وتمهيدا لإتلافها بشكل نهائي بعيدا عن المواطنين. عين وكيل الجمهورية سيد الخليل الأحمد عينات المخدرات التي تشمل الكوكايين وصمغ الحشيش والحشيش الهندي، إضافة إلى أصناف عديدة من المؤثرات العقلية والخمور والمسكرات عالية الثمن. كل هذه المواد وغيرها تم حرقها في عملية مشتركة بين ممثلي السلطات القضائية والأمنية المعنية بالملف. النيابة العامة صحبة قاضي التحقيق والضبطية القضائية من درك والشرطة القضائية قامت بإتلاف كميات من المخدرات ذات الخطر البالغ، تمت مصادرتها في ملفات قضائية كان آخرها الملف الأخير الذي كان في الأسابيع الماضية التي تمت مصادرة فيه 1300 كيلوغرام من المخدرات ذات الخطر البالغ، وهي عبارة عن راتج القنب. هذه العملية شملت أيضا مجموعة من المحجوزات كانت لدى النيابة العامة، بلغت في مجملها 1915 كيلوغرام من مادة راتج القنب وحوالي 860 من الخمور و240 لتر من السمسم و 3800 من حبوب الهلوسة والمؤثرات العقلية. تزيد القيمة المالية لهذه الكمية المشتعلة نارا على مليارين من الأوقية، وهي مصنفة عند المكتب المركزي لمكافحة المخدرات بذات الخطر البالغ. لقد قمنا اليوم صحبة رؤسائنا القضائيين بتنفيذ الأوامر المتعلقة بإتلاف الكمية المعتبرة من المخدرات والخمور. هذه العملية أتت بعد جهود من السلطات الأمنية بصفة عامة حتى تمكننا من حجز هذه الكميات وتقديمها إلى النيابة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك. وفي نفس المكان الواقع على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال نواكشوط أريقت الخمور والمسكرات في خندق واحد كإجراء آخر يبدأ بتكسير قنينات الزجاج وينتهي بطمر الخمور في الأعماق وتحويل المخدرات بعد حرقها إلى رماد تذره الرياح. اختتمت بنواكشوط أعمال ورشة حول إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية، جرى تنظيمها من طرف وزارة التهذيب الوطني بالتعاون مع الهيئة السامية لحقوق الإنسان في موريتانيا. وقد ارتكزت أعمال الورشة على عدد من العروض تمحورت حول إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التربوية في التعليم الأساسي والثانوي. بعد نقاشات واستنتاجات مختلفة اختتمت الورشة المتعلقة بإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج المدرسية بموريتانيا والتي دامت لأربعة أيام، وذلك بهدف وضع أسس علمية ناجحة تساعد على إدماج مفاهيم حقوق الإنسان. أثمن عاليا التعاطي الذي أبداه الكل في إطار أن نستخرج من هذا الملتقى توصيات ذات طابع مهم للمنظومة التربوية، والأعمال التي تمحورت حول هذا المفهوم، يعني مفهوم حقوق الإنسان، إدماج حقوق الإنسان في المناهج التربوية الموريتانية. وقد تلقى المشاركون في هذه الورشة تكوينات تربوية في مجال حقوق الإنسان تساهم في بلورة جملة من المقترحات تؤكد على إدماج حقوق الإنسان في منظومتنا التربوية، عبر التأكيد على أهمية التربية والتعليم في نشر المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان. يبدو لي أننا اشتغلنا بكل جدية طيلة اليومين في الورشتين 8 و11. أنا شخصيا جمعت الكثير من المقترحات والتوصيات، وكذلك استمعت إلى المسؤولين في المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذين وجدت لديهم الاستعداد الكامل لدعم هذا المشروع،
أهم النتائج إذن التي خرج بها المشاركون في هذه الورشة تتجسد في وضع تصورات جديدة تعمل على إدخال هذه المفاهيم الجديدة عبر استراتيجية وطنية متكاملة وإنشاء نواد حقوقية وتكوين مكونين في هذا المجال بالتعاون مع الشركاء والوزارة الوصية في هذا المجال لنشر المفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان في نظامنا التعليمي. احتضنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية محاضرة قدمها الأستاذ الباحث سيرج روبير تحت عنوان تاريخ موريتانيا عبر الاكتشافات الأثرية الكبرى، وذلك بإشراف من الأمينة العامة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية وبحضور رئيس جامعة نواكشوط وعميد الكلية وجمع من الأساتذة والباحثين وطلاب الكلية. من هذه الأسوار يفوح عبق التاريخ بجمال ناصع وماض مشرق، لكن استنطاق هذا التاريخ يبدأ بمعرفة مضامينه المغمورة بفعل عاديات الزمن. ذاك ما حدا بالدولة إلى الاعتناء وبشكل مبكر بعلم الأركولوجيا أو الأبحاث الأثرية، فكان لهذا الرجل مع جيل من الرواد إسهامات نادرة تمثلت في فك طلاسيم أثرية في عدة مدن تاريخية من ولات إلى أوضغوست ومن ودان إلى تشيت فكن بصالح فآزوجي، والقائمة تطول. الأستاذ والباحث سيرجي روبرت اليوم وفي هذه المحاضرة يقدم حصيلة علمية نادرة عمرها تجاوز نصف قرن في غربلة الحصون والأسوار والقلاع والمقابر الأثرية والأزقة في شتى المدن التاريخية بالبلاد. هي طبعا مناسبة هامة وفرصة لنا كباحثين ولي أيضا طلاب خاصة طلاب كلية الأداب بصفة عامة وطلاب قسم التاريخ بصفة خاصة، لكي يتعرفوا ولكي يأخذوا بعض المعلومات عن كيفية البحث الأثري، عن ما تم الحصول عليه من آثار هامة في موريتانيا وما المشاكل التي تقف أمام الباحث الأثري. هذه البحوث مبنية على النصوص الوسيطة العربية التي تبنى عليها معرفة المكان أولا، ثم بعد ذلك يبدأ البحث الأثري على في الأعماق. والمهم في المهم بالنسبة لموريتانيا أن التاريخ الوسيط الكتاب الذين كتبوا عن موريتانيا كتبوا قليلا وما يوجد عندهم نادر جدا، وبالتالي جل ما عندنا المعلومات هو ما ستأتي به البحوث الأثرية. التجربة الرائدة للأستاذ سيرجي روبرت وجد فيها الطلاب ضالتهم المنشودة في معرفة الأماكن الأثرية ومحتوياتها القيمية. محاضرة الحقيقة عرفتنا عن ياسر عن الاكتشافات اللي قاموا بهم باحثين كالباحث المتكلم سيرج روبر عن تاريخ موريتانيا، بما أننا نحن فتنا كنا نعرفه سابقا، تعرضوا لبعض من الأساتذة اللي درسونا الحقيقة وكانوا أستاذة متميز من خلال بحثه عن أوداغوس. حضرة قيمتها أنها قدمها الأستاذ الكبير سيرج روبرت وباحث كثير في الآثار، وتناول خلالها ياسر المواضيع المهمة كيت مدينة ولاته ومدينة أوداغوست اللي واقع مقاطعة تام شكر وياسر من الآثار. المعقبون على المحاضرة ثمنوا المعطيات الدقيقة والمعلومات النادرة التي قدمها الباحث روبرت، وكيف شكلت نقلة نوعية في التعريف بالبلد وأهم محطاته التاريخية، خاصة في مرحلة التاريخ الوسيط ما بين القرنين الخامس حتى الحادي عشر ميلادي. وفي حدث ثقافي آخر نظمه المركز الثقافي المغربي بالعاصمة مساء أمس، ألقى الكاتب الصحفي الولي سيدي هيبة محاضرة تحت عنوان التعددية اللغوية في المجتمعات ثراء ثقافي وتكامل وظيفي. تناولت المحاضرة أهمية اللغات كأداة للتواصل بين الحضارات ودور التنوع الثقافي في توطيد السلم الاجتماعي. وقد أبرز المتدخلون تجربة بلادنا في هذا المجال باعتبارها جسرا تاريخيا بين العرب وأفريقيا. وتدخل هذه الندوة التي حضرها لفيف من المثقفين والإعلاميين في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها المركز لإثراء الساحة الثقافية والعلمية الوطنية. الاقتصاد مع الغالية متعمر شين بعد الفاصل. شكرا لأحمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. نبدأ النشرة الاقتصادية بأسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الأوقية.
رسميا أصبحت الفرنسية كريستيان لاغارد المرشحة الوحيدة لإدارة صندوق النقد الدولية. جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق اليوم الخميس مؤكدا ترشيح لاغارد لولاية ثانية. أشار بيان صندوق النقد الدولي إلى أنه يهدف إلى إتمام عملية الاختيار في أقرب وقت ممكن. كريستيان لاغارد هي أول امرأة ترأس صندوق النقد الدولي حيث تولت هذا المنصب في العام 2011 وأثناء فترة ولايتها الأولى. أشرفت لاغارد على معالجة أزمة الديون السيادية في أوروبا وعلى خطوات اتخذها صندوق النقد الدولي لإعطاء دور أكبر للأسواق الناشئة مثل الصين. كما لعبت لاغارد دورا بارزا في تصميم حزمة إنقاذ مالي دولية لأوكرانيا. المجنون حقل غاز جديد في منطقة الرميلة جنوبي العراق ينتظر أن يشكل إنتاجه للغاز بداية عهد مع الطاقة بالغاز المصاحب للنفط وذلك لسد النقص الحاصل في إنتاج الكهرباء داخل العراق. المحطة الجديدة ستسهم وبحسب المسؤولين العراقيين في توفير الوقود اللازم لإنتاج 300 ميجاوات من الكهرباء. صناعة الغاز الطبيعي في العراق تشهد مرحلة جديدة بتدشين مشروع لإنتاج الغاز في حقل المجنون النفطي بمحافظة البصرة جنوب العراق. الحقل سينتج في مرحلته الأولى حوالي 70 مليون متر مكعب يوميا، سيتم إرسالها عبر أنابيب الغاز لمحطة الطاقة برميل الشمالي لتوليد طاقة تقارب 300 ميجاوات. تم افتتاح اليوم المرحلة الأولى من مشروع غاز حقل المجنون. غاز حقل المجنون تقريبا ينتج بحدود 170 مليون قدم مكعب باليوم، وتم إنشاء خطين كل خط بحدود 70 مليون قدم مكعب من الغاز الحلو. أما المتبقي فنعمل على أيضا إنجاز مشروع آخر بالمستقبل القريب لمعاملة الغاز الحامضي وتحويله إلى غاز حلو يمكن الاستفادة منه في إنتاج الكهرباء. ويبلغ إنتاج العراق من الغاز بحسب المسؤولين حوالي 3500 طن يوميا، وقد استطاع هذا البلد في السنوات الأخيرة رفع معدلات استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط من حدود 35% إلى نحو 55%، ويرجع الخبراء هذا النمو للسياسة الاقتصادية المتبعة لاستقلال حقول الزبير والقرنة وبدرة ورميلة. هذا المشروع بالتأكيد هو إنجاز للصناعة النفطية العراقية. اليوم تم إنجاز المرحلة الأولى من استثمار الغاز من حقل مجنون، ووصلت الطاقة الاستثمارية إلى حدود 70 مليون قدم مكعب قياسي باليوم، وبالتالي هذه الكمية تولد لنا اليوم بحدود 300 ميجا واط لمحطات الطاقة الكهربائية. القيمون على إطلاق المشروع أكدوا أن العراق ما يزال بحاجة لعقد شراكات اقتصادية لدعم الاستثمار في الغاز الطبيعي مع كل من إيران والأردن وتركيا، كما أعلنوا إطلاق المرحلة الثانية منه في أبريل المقبل بطاقة إجمالية تم تقديرها بحدود 70 مليون متر مكعب في اليوم. أعلنت عملاق شركة النفطية الفرنسية توتال أن صافي أرباحها السنوية للعام الماضي ارتفع بنسبة 20% ليصل إلى 5.1 مليار دولار مقارنة ب 4.2 مليار دولار في العام السابق. وكما هو الحال مع شركات النفط الأخرى جاء ارتفاع صافي الأرباح بفضل نشاط تكرير النفط. قالت شركة في بيان أصدرته اليوم إن الأرباح من أعمال توتال للتنقيب انخفضت بأكثر من 50% خلال العام الماضي لتصل إلى 4.8 مليار دولار. قال باتريك بويون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إن هذا التعافي في بيئة متدهورة يدل على فعالية النموذج المتكامل لمجموعته، فيما أكد مديرها المالي باتريك ديلاشيفادير أن توتال اشترت أول شحنة لها من إيران منذ رفع العقوبات الغربية عن طهران. ووقعت توتال اتفاقا في أواخر يناير الماضي لشراء ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام الإيرانية.
تراجعت بورصة هونغ كونغ تراجعا حادا بعيد افتتاحها صباح اليوم الخميس بأكثر من 4% وسط تراجع معظم البورصات الأسيوية بسبب مخاوف مرتبطة بنمو الاقتصاد العالمي وبعد عطلة امتدت 3 أيام بمناسبة العام الصيني الجديد. رد المستثمرون في هونغ كونغ الفعل على تراجع الأسواق العالمية بداية الأسبوع. تراجع مؤشر هانغ سانغ بنسبة 4.2% بعد دقائق عن بداية المعاملات وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2012 وذلك قبل أن يعاود الصعود بشكل طفيف. وتراجعت أيضا بورصة سيول وسنغافورة وساد لون الأحمر، بورصات ويل نيكوتون وجاكرتا ومانيلا وسيدنية. وفيما يلي نتابع أسعار الأسهم وأهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على كرم المتابعة، عودة إلى أحمد وباقي ملفات النشرة. شكرا الغالية من تعمرشين. وفي بقية ملفات نشرتنا، دوليا نبهت المنظمة الدولية للصليب الأحمر إلى أن اشتداد القتال في حلب أدى إلى نزوح نحو 50,000 سوري عن ديارهم في المدينة. وحذرت المنظمة الدولية من أن الوضع الإنساني في المدينة شمالية سوريا يتدهور بسرعة مع انقطاع إمدادات المياه. حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة أطباء بلا حدود من الوضع الإنساني المتدهور بريف حلب شمالي سوريا، في حين طلبت 160 منظمة إنسانية بوقف القتال فورا بين الأطراف المتنازعة. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع الإنساني يتدهور في حلب، مما دفعها إلى زيادة مساعداتها للمدنيين العالقين هناك بسبب المعارك. وأضافت رئيسة بعثة اللجنة إلى سوريا أن أكثر من 50,000 شخص نزحوا ولا سيما من مناطق شمال حلب بسبب تصاعد القتال الذي أدى إلى قطع كثير من الطرق التي كانت تستعمل لإيصال المساعدات، وما سبب ضغطا هائلا على المدنيين. وذكرت أنه دون الإمداد الملائم من الغذاء والماء والمأوى فإن النازحين يحاولون النجاة في ظروف خطيرة. وفي ظل مناخ يتميز بدرجات حرارة شديدة الانخفاض، كما أشارت إلى أن القتال أدى إلى انقطاع المياه عن مدينة حلب، حيث يعتمد السكان الآن على مواقع أقامها الصليب الأحمر ومنظمات أخرى لتزود بهذه المادة الحيوية. كما حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن النظام الصحي المتهالك أصلا في منطقة إعزاز بريف حلب على وشك الانهيار بسبب احتدام القتال في المنطقة، مما يهدد بتعميق الأزمة الإنسانية. كما أبدت المنظمة تخوفها من أن يضطر مدنيون بينهم أطفال وعجزة إلى المبيت في العراء في برد قارس عدة أيام على الأقل بسبب عجز منظمات الإغاثة عن استقبال موجات جديدة من النازحين. وحذرت من تداعيات صحية خطيرة على هؤلاء النازحين بسبب هذا الوضع، ولا سيما الإصابة بالالتهاب الرئوي. ارتفعت إلى 58 قتيلا حصيلة قتل الهجوم الانتحاري المزدوج الذي نفذته امرأتان يوم الثلاثاء الماضي في مخيم للاجئين الفارين من تمرد بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا، على ما أعلنت أجهزة الإنقاذ. ووقع الهجوم أثناء اصطفاف المقيمين في معسكر ديكاوا بولاية بورنو للحصول على حصص الطعام، وكان غالبية الضحايا من النساء والأطفال. ويتوقع أن يؤدي الهجوم إلى تكثيف المخاوف حول سلامة النازحين داخل البلاد ومضاعفة الضغوط على الحكومة، التي تؤكد أنها تتقدم على المتمردين وتطالب بعودة المدنيين الفارين من العنف. شكرا لك محمد طلحة. وبالرياضة ننهي هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. مجلس الوزراء يصادق خلال اجتماعه الأسبوعي على عدد من مشاريع القوانين تشمل التعليم العالي وتشغيل الشباب.
طريق نواكشوط جوجة يشهد حرق وإتلاف كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية تم ضبطها مؤخرا في عمليات متفرقة. المواجهات في حلب تدفع أزيد من 50,000 سوري إلى النزوح عن ديارهم وسط تحذيرات من تدهور مقلق للوضع الإنساني. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.